نعم، وصلت قبل لحظات رحلة أطي 781 التابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية، وهي تنقل بعثة المنتخب الوطني للبارا أولمبي قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، بعد مشاركة مشرفة في النسخة 17 للألعاب البارا أولمبية كما قلت بالعاصمة الفرنسية باريس. المنتخب الوطني المغربي طوق عنقه بثلاث ميداليات ذهبية من المعدن النفيس، ومحطما أيضا أرقام قياسية عالمية، و12 ميدالية أخرى، 6 فضيات و6 نحاسيات، من بينها فضيتين أو من بينها ميداليتين للأبطال البارا تيكواندو، ويتعلق الأمر برجاء أقرماش برونزية، وهي أول بطلة عربية إفريقية تحقق هذا الإنجاز الغير المسبوق، وأيضا أيوب الدويش في نفس المسابقة. طبعا المنتخب الوطني احتل الرتبة 31 من بين 167 بلدا مشاركا في هذا المحفل العالمي. الفرحة المنتخب الوطني ازدادت توهجا بالرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي نوه بالإنجاز الغير المسبوق للمنتخب الوطني سواء ألعاب القوى وأيضا الباراتيكواندو، حيث كما قلت عزفوا على بطل عود إنجاز غير مسبوق في هذا المحفل العالمي، منوها أيضا بكل المجهودات القيمة والجبارة التي بذلت من أجل تحقيق هذا الإنجاز الغير المسبوق. هي إذن مشاركة مشرفة للأبطال البارا أولمبيين في النسخة 17 للأبطال المغاربة. هي إذن مشاركة مشرفة للأبطال المغاربة في النسخة 17 للألعاب البارا أولمبية باريس 2024. وفي انتظار أن يزداد بايق نور الأبطال المغاربة في المحافل القارية الدولية، لكم مني هنا مراد الزلاجي من المطار الرباط سهل الدولي أطيب المنى، وإلى فرصة قادمة بحول الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.